تعيش المملكة العربية السعودية نهضة حضارية شاملة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر. حقق فيها القطاع الإنشائي والعمراني قفزة نوعية مشهودة أذهلت العالم. مدن حديثة وفق أحدث المعايير، أبراج خلابة تطال عنان السماء، مما جعل الطلب على مواد البناء في تزايد هائل ومستمر في كافة أرجاء المملكة. واليوم أصبحت صناعة الإسمنت في المملكة صناعة استراتيجية مفصلية. فمن مصنع واحد بني في مدينة جدة عام 59 و900 ميلادية إلى 15 مصنعاً، تنتج حالياً أكثر من 54 مليون طن سنوياً. من هذا المنظور الاقتصادي الهام جاء إنشاء شركة إسمنت نجران في مدينة نجران جنوب المملكة. تأسست شركة إسمنت نجران في عام 2005 ميلادية كشركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 1,150,000,000 ريال، بموجب رخصة التعدين من وزارة البترول والثروة المعدنية تحت رقم 35/ق، وتاريخ 11 من الشهر السادس لعام 26 و400 هجرية، ومقرها الرئيس في نجران مدينة أصحاب الأخدود. والمصنع يقع قرب قرية سلطانة وعلى بعد 240 كيلومتراً شمال شرقي مدينة نجران. البداية كانت في 20 يوليو لعام 2005 ميلادية. تم توقيع العقد الأول مع شركتي نسمة كمقاول الرئيس والشركة الصينية المحدودة لتركيب المعدات CNBM. وفي سنة 2007 ميلادية بدأ الخط ينتج بطاقة إجمالية تبلغ 6,000 طن يومياً. في غرة إبريل من عام 2006 تم توقيع عقد تنفيذ الخط الثاني في المصنع مع نفس الشركتين. وفي عام 2008 بدأ في الإنتاج بطاقة إجمالية تبلغ 3,000 طن في اليوم. في عام 2008 ميلادية تم التعاقد مع نفس الشركتين على بناء محطة طحن وتحميل إضافية للإسمنت في قرية عاكفة التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة نجران على الطريق السريع إلى منطقة عسير بطاقة إجمالية تبلغ 6,000 طن يومياً. أقيم المشروع على مساحة تقدر بنحو 30 كيلومتراً مربعاً تضم كافة المواد اللازمة لإنتاج الإسمنت كالحجر الجيري والطين والرملة ومادة الجص بكميات هائلة تكفي لمئة عام قادمة. كما شكل الموقع أهمية محورية، فهو على مشارف صحراء الربع الخالي، يتوسط المسافة بين وادي الدواسر ومدينة شرورة ومركز الوديعة الحدودي مع دولة اليمن الشقيق. استهلك المشروع ما يكفي بناء قرية كاملة بكافة خدماتها، أكثر من 172,000 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، و35,000 طن من حديد التسليح، و5,000 عامل. استغرق بناؤه عامين كاملين. أسطول من المعدات الثقيلة من جرافات وقلابات وبلدوزرات لا تهدأ على مدار الساعة، كما يضم 13 آلية عملاقة تتسع كل واحدة منها لأكثر من 60 طن. يشكل المصنع مدينة حديثة متكاملة بكل مرافقها، حيث أقيم فيها سكن فخم وفاخر يتألف من 42 فيلة فاخرة، وكذلك 4 عمارات تحتوي على 72 شقة، محطة لتحلية المياه وأخرى لتنقيتها، عيادة طبية للطوارئ، مطعم، مسجد يتسع ل500 مصلٍ، ومركز رياضي مجهز بكافة المتطلبات من صالات وملاعب داخلية وخارجية ومسبح بمواصفات أولمبية. أما في المصنع فهناك أيضاً محطة لتحلية المياه وأخرى لتنقيتها، ومسجد، ومطعمان،
واحد للعمال وآخر للمهندسين، وست عمارات، خمس منها تحتوي على 211 غرفة، والخامسة منها تحتوي على 55 شقة، كما وأن هناك ملاعب رياضية مجهزة داخلية وخارجية ومسبحاً أيضاً بمواصفات أولمبية. منذ وضع حجر الأساس حظي هذا المصنع باهتمام كبير، فقامت وفود من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء من شركة نسمة والمتعهدين العاملين معها ابتداء من الشركة الصينية والآخرين بعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على حقائق الأشياء والاجتماع بالمهندسين التنفيذيين لمعرفة كافة العقبات وحل كل الصعوبات التي تعترض سير العمل وتعرقله حتى يكتمل بناء المصنع في موعده المحدد سلفا. نظراً لجودة المنتج من الإسمنت وللنجاح المشهود الذي حققه المصنع وللطلب الهائل عليه، تم إنشاء خط ثالث متكامل بكافة أقسامه في المصنع بقرية سلطانة. وفي شهر حزيران يونيو لعام 2013 ميلادية بدأ إنتاج الخط الثالث بطاقة 6500 طن يومية، والذي تجاوز هذه الطاقة إلى 7000 طن في اليوم، وبهذا وصل إنتاج المصنع إلى أكثر من 16000 طن يومياً من الكلينكر بكل أنواعه المختلفة، البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات والإسمنت البورتلاندي البوزولاني، مما جعله مصنعاً رائداً ذا جودة عالية وفق المعايير العالمية، يحتل المركز الخامس إنتاجياً بين كافة مصانع الإسمنت في المملكة. قامت بتنفيذ الخط الثالث شركة نسمة وشركاؤها للمقاولات المحدودة السعودية كمقاول رئيس حسب المواصفات الدولية على أساس تسليم المفتاح، والشركة الصينية CEIEC كمقاول من الباطن. يقع الخط الثالث موازياً للخطين الأول والثاني بطاقة إنتاجية تبلغ 6500 طن كلينكر في اليوم، ويضم كسارة بطاقة 1200 طن في الساعة، وسيراً ناقلاً للحجر المكسر بطاقة 1500 طن في الساعة، وطاحونة للخام تنتج 500 طن في الساعة، وفرناً دوارة ومبرداً حرارية، وطاحونتي إسمنت طاقة كل واحدة 100 طن في الساعة، مع مساعد للطحن لكل طاحونة، وأجهزة تحميل الإسمنت المكيس والسائب. كما تم توسيع طاقة التوليد الكهربائية الإجمالية في المصنع بإضافة مولدين كهربائيين جديدين طاقة كل واحد 7 ميجاوات، وبهذا ارتفعت الطاقة الكلية الكهربائية إلى 70 ميجاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل، كما تم بناء سكن إضافي جديد للعمال بكل مرافقه في نفس المنطقة وبنفس المواصفات. أما في وحدة الطحن الإضافية في قرية عاكفة، فقد تم بناء مطحنتين للإسمنت بطاقة 90 طن للساعة لكل واحدة، مع مساعد للطحن لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 135 طن في الساعة، بالإضافة إلى محطة كهربائية بثلاثة مولدات تبلغ قدرتها 21 ميجاوات، تعتمد بدورها على الزيت الثقيل مثل بقية المحطات الكهربائية العاملة في كافة أقسام المصنع. وفي خطوة مهمة تبنت الشركة قرار الطاقة الخضراء عن طريق تحويل الطاقة الحرارية المفقودة إلى طاقة كهربائية ورفع كفاءتها، قامت الشركة بتوقيع عقد مع الشركة الصينية للطاقة سينوما حتى يقل استهلاك الوقود HFO بمقدار 37 مليون لتر في السنة، ويتم الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر ب 145 ألف طن في السنة من أجل بيئة نظيفة صحية. يشمل هذا المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم في مجال صناعة الإسمنت من حيث استخدام التبريد الهوائي، والأول من نوعه في المملكة، والذي سيمد المصنع بطاقة 27.1 ميجاوات،
على 15 غلاية سخان تستخدم لخطوط الإسمنت مع مولدين توربينيين بطاقة 15 ميجاوات لكل واحد ومكثفين للهواء. حقق المصنع نجاحاً فاق كل التوقعات، تميز بالجودة والمصداقية، فيض من شهادات الجودة والاعتماد من مختلف الهيئات المحلية والعالمية، كشهادة الآيزو 14001 عام 2004 في مجال إدارة البيئة، وشهادة الآيزو 9001 عام 2008 في مجال نظام إدارة الجودة، وعلى شهادات الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. نجوم تتلألأ ترصع هذا المشوار المشرق. مع بداية إنتاج الخط الثالث اكتملت هذه الصورة المشرقة، وبدأ المصنع بكامل خطوطه شامخاً كالطود. مشروع ريادي ضخم يسهم في بناء نهضتنا الاقتصادية الرائعة التي تشهدها بلادنا الحبيبة، ملحمة تبعث على الفخر والاعتزاز، سطرها ثلة من أبنائنا المخلصين، أقاموا صرحاً صناعياً عملاقاً انطلق من أرض الأخدود، فتجاوز إنتاجه حدود المملكة من أجل مستقبل واعد بإذن الله.